يا ميم 12، يا ميم 12 طمني، كيف الامور عندك؟ كل شيء تمام؟ اوكي اوكي. ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله عليك يا ولدي. وهذا كله بفضل الله ثم دعاء اس ودعاء الوالد. ايه هذا ولدي كابو ولا ابوك كابو. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك. ايه هذا اخوي رجل امن. يا ميم تسعة، يا ميم تسعة افتح البوابات. ها انا جاي بالطريق. يمه عاد انا استاذنكم، تمرون شيء؟ ابد سلامتك. أقول تذكرت يما خذ هالسلة وين أمك. لا يما وراي بصمة أخاف يحطوني غياب. طيب خلاص خلاص سليمان تعال خذ هالسلة ودها البيت خالتك أم موضي. أبشري. استريح وقف. يا ميم تسعة افتح البوابات أنا جاي، بس متأخر شوي عندي مشوار ضروري. ولا يوديها ولا شيء يما، سيارات تصدم، هذا صغير بزر ما ينفع. يلا 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 رح بتتأخر على دوامك. عادي أتأخر مو مشكلة. أوديها وين؟ البيت أم موضي. أبشر أبشر ما طلبت شيء. إن شاء الله. استر مواجهة يبه.